الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: إذا كان الطبيب قد أوصاها وهي حامل أن إذا شعرت بتعب أن تفطر في رمضان، تقول ما هو نوع التعب الذي يوجب الفطر، وكيف أعرف أن هذا التعب يوجب الفطر أم لا؟ تقول: وإذا أفطرت فماذا يجب علي؟ هل هو القضاء فقط أم القضاء والكفارة؟ الحمد لله. وبعد، المقصود من التعب أو المرض الذي يجيز للإنسان أن يفطر في نهار رمضان هو ذلك المرض الذي يشق على الإنسان أن يصوم معه. فإذا كان دوار الرأس بسبب الجوع في نهار رمضان وأنت حامل، فإذا كان في بداياته وتستطيعين أن فإذا كان هذا الدوار في بداياته ثم زال فالحمد لله، وأما إذا استمر معك فإن الواجب عليك أن تفطري رحمة بنفسك ورحمة بجنينك. فإذا قال لك الطبيب أفطري متى ما أحسست بالدوار فأفطري، لأن هذا الدوار يعتبر مرضا، وهو في الأعم الأغلب بسبب نقص الطعام الذي يغذي جسدك وجنينك. فحاولي أن تغلبي دائما في هذا الدوار أو الدوخة جانب الإفطار، ولا تتعصبي أو تتزمتي أو تثقلي على نفسك في رخصة قد فتح الله عز وجل عليك لك الأمر فيها. فغلبي دائما متى ما جاءك هذا الدوار أو الدوخة غلبي جانب الفطر، ولا شيء عليك، لأنك أفطرت بقول طبيب مسلم، ولمراعاة حياة هذا الجنين ولمراعاة حياتك أيضا. فلا ينبغي لك أن تصبري حتى يعظم هذا الدوار أو الدوخة فتصل إلى مراحل خطيرة ثم تفطرين بعد ذلك، لا، هذا ما ينبغي عليك. فخذي برخصة الله، فالله عز وجل يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معاصيه، أو كما يحب أن تؤتى عزائمه. فمتى ما استمر معك هذا الدوار أو الدوخة فاعلمي أنه بسبب الجوع ونقص الطعام والطاقة، فعليك أن تبادري بالإفطار، بارك الله فيك. ثم إذا جئت للقضاء فما عليك إلا أن تقضي هذا اليوم فقط، لأن الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفا على نفسيهما وولديهما فلا يجب عليهما حال القضاء إلا القضاء فقط، ولا كفارة عليهما في أصح قولي أهل العلم، والله أعلم.